السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفتي اللي كنداوم عليها انايا شخصيا واللي عندها نتائج اكثر من رائعه في تطويل وتكثيف الشعر وكذلك محاربه تساقط الشعر، وكذلك الاهم في ذلك ان النتائج ديالها كتبان في اسابيع قليله والمكونات ديالها اللي غادي نحتاجوا لتحضيرها بسيطه وطبيعيه وكتعطينا واحد المفعول اللي صحي للشعر ديالنا. كما كتلاحظوا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا، المكون الاساسي اللي عندي هنايا هو زيت جوز الهند او زيت ديال الكوك. كما كتلاحظوا انا عندي هنايا سائل ولكن الشكل الاصلي ديالو كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون شويه مجمد. فبالنسبه للتذويب ديالو سواء كندخلوه الميكروويف لمده 10 ثواني فقط او ممكن لكم تعملوه في حمام مريم فكيذوب بسرعه، واللي كيعتبر من الزيوت الطبيعيه الاساسيه اللي كتدخل في عده مستحضرات الخاصه بالشعر. وهنايا عندي كذلك تقريبا ملعقه كبيره من زيت الزيتون اللي توا عنده فوائد مذهله ومن اكثر الزيوت فعاليه في تطويل الشعر بطريقه صحيه وكيعطيه لمعان. وبالنسبه للمكونين الاخرين هو التوم اللي كيعتبر غني عن التعريف، وكذلك عندي الزنجبيل الطري اللي غادي يخرج لينا تقريبا مقدار ديال ملعقه كبيره مملوءه من هذا المبشور ديال الزنجبيل الطري. فهذه تقريبا هي المكونات الرئيسيه. غادي نحتاجو هكا واحد الكمينه صغيره زجاجيه او بلاستيكيه. بالنسبه لطريقه التحضير فهي بسيطه، كتحضر في دقائق قليله. كنقوم اولا بمزج الزيوت مع بعضها، باش هنايا كناخذ هنايا الزنجبيل بعد ما نقيته هو والثوم. هنايا كناخذ واحد الحكاكه صغيره، فانا هنايا غادي نحاول انني نحكم في هذه الجهه الرقيقه باش نحصلوا على واحد المبشور ديال هذا المكونين اللي يكون رقيق. هنايا كيكون نحصلوا على هذا الشكل هذا، هذا هو الزنجبيل. كما كتلاحظوا كنحصلوا على مقدار ديال ملعقه كبيره مملوءه. وبطبيعه الحال اذا كان الشعر ديالكم طويل يمكن لكم تضعفوا المكونات كلها، وغادي نعمل نفس الشيء بالنسبه للثوم. وبهذا كنكونوا حصلنا على خليط بهذا الشكل هذا. فبالنسبه لي الزنجبيل كيساعد بشكل كبير في تنشيط الدوره الدمويه، بهذا كيساعد في تغذيه الشعر وتقويته، خاصه انه كيحتوي على واحد الماده الاسم ديالها هو الكرياتين اللي هذا كيساعد كثيرا في علاج تساقط الشعر. وبالنسبه للثوم هو كيحتوي على عديد من المعادن اللي كتساعد في حل الشعر والتطويل ديالو، عنده واحد واحد المفعول رائع كذلك اللي كيعطيه الشعر خاصه بالنسبه للمعان والنعومه. انا هنايا راه غادي نضيف الزيوت الاخرى على هذا الخليط باش كنحصلوا على هذا الشكل هذا. الان بالنسبه لطريقه الاستعمال فكنحاولوا اننا نستعملوه ما بين مره الى مرتين كل اسبوع، ونحاولوا ندوموا عليها مش نعملوها مره او مرتين ونحبسوا. فان شاء الله بعد استعمالات على الاكثر واحد 3 أو 4 أسابيع فغادي تبان لكم نتيجه رائعه في الشعر ديالكم. وكما ذكرت بالنسبه لطريقه الاستعمال فكنحاولوا اننا نوزعوا هذا الخليط بالتساوي على الشعر اكمله، وكنحاولوا اننا من الجذور الى الاطراف، ومن بعد ذلك كنحاولوا اننا نقوموا بتخليل الشعر مزيان واحد 5 دقائق باش كتدخل هذيك الزيوت مزيان مع فروه الراس، وكنخليوه واحد ساعه الى ساعتين على الاكثر. ما كنطولوش في الزيوت لانها راه كتكونش صحيه الا خليناها لمده طويله، فكما ذكرت واحد 2 ساعات. ومن بعد ذلك كنغسلوا شعرنا بماء دافئ، نحاولوا نتفاداو الماء الساخن لانه كيكون مضر بزاف بالشعر، وكيكون هذا هي الخليط ديالنا. ولا كان شعركم طويل فبطبيعه الحال يمكن لكم تضعفوا المكونات ديال هذا الخليط. نتمنى ان شاء الله تجربوه، عن تجربتي الشخصيه ان شاء الله غادي يبان لكم نتائج اكثر من رائعه بالاستعمال ديال هذه الخلطه بشكل منتظم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا واحد لايك، شاركوا مع اصدقائكم احبابكم، وشاركوا في القناه اللي كنتو اول مره كتشاهدوني. مرحبا بكم، غادي تنوروني، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.